السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا بكم في قناتنا الإخبارية. قال الرياضي السابق والإعلامي المصري أحمد شوبير اليوم الجمعة 27 يوليوز في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف سيعلن قريبا احتضان المغرب لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، ويرى مراقبون أقرار الكاف يأتي بعد تأخر أشغال المنشآت الرياضية بالكاميرون والتي تعرف وتيرة بطيئة لإتمام مشاريعها في الأجل المحددة لتنظيم العرس القاري، وتعتبر نسخة كأس إفريقيا للأمم 2019 الأولى من نوعها التي تشهد حضور 24 منتخبا، وهي الأولى التي تقام في صيف 2019 بعدما كانت تجرى النسخ السابقة في يناير. وبحكم البنية التحتية من ملاعب ومنشآت التي يتوفر عليها المغرب، فهو الأقرب لتنظيم هذا العرس عوضا عن الكاميرون في حال عدم إتمامها للمشاريع. شكرا على المشاهدة، نعتقد أنكم نخبة خاصة تعشق متابعة الأخبار، لذا إذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الآن.